إذا سقط الجنين قبل تمام 4 أشهر فهل تعتبر المرأة نفساس؟ نعم، النفاس قال العلماء يثبت إذا تبين في الجنين خلق إنسان. أصبر. ويتبين في خلق إنسان من 8 يوم فما فوق. يقول الله تعالى: ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة تبدأ من 8 يوم، من 8 يوم فما فوق يمكن يخلق، فمتى خلق وتميزت رجلاه ويداه ورقبته ورأسه وجب أن صار الدمدم نفاس، وما قبل ذلك الدمدم فساد لا يمنع من صلاة ولا صيام ولا زوجة.